كانت أول شيء الكتابة ومن ثم الرسم. واللي الرسم كنت تحب الخطوط. الأستاذي بالمدرسة كان بهذيك الفترة الفنان توفيق عبد العال، وهو حضنني مش إنه ساعدني، حضنني لأنه توفى الوالد وكنا صغار، وهو عايش نفس المأساة مع بي وخيه، وحس إنه عنده مهمة لازم تكون المؤازرة إلي. صار يقعدني معه وعم بيرسم، صرت أرسم كمان، شجعني على الرسم. كانت مرحلة الرسم. ومن ثم تعرفت على الفنان نازم إيراني، التلمست على يده، وكنا أختين محترف مشترك، أنا ونازم إيراني ووجيه نحلي على دوارة الطيونة. حسيت النحت صار أقرب لي بهذيك الفترة، وطبعا ضليت مارسها ثلاثة. بس كان أكثر شيء بروزا إذا بدك، وأكثر شيء بيجسدني أنا هو النحت. يعني حتى بالنحت استخدمت آلات حديثة جدا، أدوات حديثة جدا، منها الفيبر جلاس ومنها التجميع بعض الشغلات. حتى يمكن لأول مرة أنا اشتغلت تمثال بضوء من الداخل، مش بيجي إنارة عليه من الداخل. الفن الحديث بيعتمد على الإيقاع بالمنحوتة، على التجريد. حتى هذا الفن قريب لتراثنا